رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعزي الأمة الإسلامية جمعاء باستشهاد الزهراء عليها السلام، وخصوصا سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف وعلماءنا الكبار. الحلقة الخامسة، وقفات فاطمية. هذه الحلقة حقيقة مصحف المحدثة فاطمة سلام الله عليها. إن الحديث مع الملائكة رغم أهميته وعظمته فهو ليس من علامات النبوة وخصائصها. فمن سنذكر هو فمن سنذكرهن لسنا في من جميل من جملة الأنبياء، لكن الملائكة تحدثت إليهم. وإلى هذا يشير محمد بن أبي بكر قائلا إن مريم عليه السلام لم تكن نبية وكانت محدثة، وأم موسى ابن عمران كانت محدثة ولم تكن نبية، وسارة امرأة إبراهيم قد عاينت الملائكة فبشروها بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب ولم تكن نبية، وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله كانت محدثة ولم تكن نبية. إذن هو وارد هذا الشيء. فمعنى المصحف في اللغة مثل التلميم من أصحاب من مصحف أصحف بالضم، أي جعلت فيه الصحف، وسمي المصحف مصحفا لأنه أصحف، أي جعل جامعا للصحف المكتوبة بين الدفتين. فالمصحف ليس اسما مختصا بالقرآن الكريم، ويشهد لذلك ما رواه في وجه تسمية المصحف مصحفا. فالمصحف كل كتاب أصحف وجمع بين دفتين، لكن كثرة استعماله في القرآن الكريم أوجبت انصراف الأذهان إليه. وهو لا يكفي لحمل ما ورد في رواية أهل البيت عليهم السلام التي تتحدث عن مصحف فاطمة عليها السلام على المصحف المعروف خاصة، مع وجود التقييد بإضافته إليها صلى الله عليه وآله. وقال أبو هلال العسكري في الفروق اللغوية، الفرق بين الكتاب والمصحف، إن الكتاب يكون ورقة واحدة ويكون جملة أوراق، والمصحف لا يكون إلا جماعة أوراق صحفت، أي جمع بعضها إلى بعض، أخبار أهل البيت عليهم السلام في مصحف فاطمة سلام الله عليها. عن أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق عليه السلام أن فاطمة عليه السلام مكثت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله 75 يوما، وكان دخلها حزنا شديد على أبيها، وكان جبرائيل عليه السلام يأتيها فيحسن عزاءها على أبيها ويطيب نفسها ويخبرها عن أبيها ومكانه ويخبرها بما يكون بعدها في ذريتها، وكان علي عليه السلام يكتب ذلك. فهذا مصحف فاطمة عليها السلام. إن أبا عبد الله عليه السلام قال مصحف فاطمة ما فيه شيء من كتاب الله عز وجل، وإنما هو شيء ألقي إليها بعد موت أبيها صلوات الله عليهما أجمعين. وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال وإن عندنا لمصحف فاطمة عليه السلام وما يدريهم ما مصحف فاطمة. قال قلت وما مصحف فاطمة؟ قال مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات، والله ما فيه من قرآنكم حرفا واحد. المصادر التي أخذت بهذا القول وبشكل مختصر طبعا: الفيروز آبادي، القاموس المحيط مادة صحف،
الخليل العين وابن منظور في لسان العرب مادة الصحف، وبصائر الدرجات صفحة 153، والمرعشي والكليني في الكافي، ومجلس المجلس في بحار الأنوار، والقطب الراوندي، والخرائج والجرائح، وفيه تخريج الحديث من مصادر عدة، وبصائر الدرجات أيضا 1159، والمرعشي والمجلس أيضا، ومصادر كثيرة اختصرناها في حلقة وقفات فاطمية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد